الاوبتيكال كابلر قلنا فكرته هو معتمد على انه متكون من جزئين، شايفينه الاخضر مكون من جزئين، جزء اللي هو الليد والجزء بتاع الفوتو ترانزستور. الليد ايه شغال او مايك شغال؟ الليد هو الجزء اللي بيحول من كهرباء لاضاءه، والفوتو ترانزستور بيحول من اضاءه لكهرباء. فضمنت يعني غالبا ان لو حصل مشكله اللي هيتحرق الجزء دوت مش السي بي يو بس، ما بين قوسين في اجهزه اتوصلت غلط واتحرقت زي الجهاز ده، الفولت زياده وحرق الجهاز كله، ما حرقش الانبوت بس. هتقول لي ليه؟ مش عارف اجاوبك. هو قال لك حتى في المانيوال قالها لك، قال لك الحمايه موجوده بس معلش يعني ممكن السي بي يو تتحرق. اوكي، يا اما كنا احنا قمنا جربناه دلوقتي وحرقنا اوبتيكال كابلر وغيرناه يعني. بالنسبه للاوتبوت الحمايه اللي هو عاملها ايه هي؟ معلش انا اسف، هو ممنوع في المعمل عشان بس ما يتكبش على حاجه. حماية الاوتبوت ايه هي؟ تخيل انا هعمل برنامج بالمنظر ده. ادي جهاز بي ال سي. الخارج بتاعه رحت اديته على مثلا موتور. عشان اقنع حضرتك ان الموضوع مش مشكلة قوي يعني، ده بيخرج 24 فولت دي سي. انا جبت موتور شغال ب 24 فولت دي سي. اللي انا عامله ده صح ولا غلط؟ ده بيخرج 24، ده بيشتغل ب 24. ليه؟ ها طب لا، الجهد فيه بس ملحوظه، بس معلومه بس، الجهد ما بيتسحبش، الجهد انا اللي بديه، اللي بيتسحب اللي هو الايه؟ التيار. طب لحظه عشان اقنع حضرتك كمان، البي ال سي دوت بيستحمل لغايه 2.5 امبير، ده بيسحب نص امبير. ها معلش اوضح لك برضو تاني، هو الموتور دايره والكنترول دايره ليه؟ عشان فرق الفولت صح؟ دايره الكنترول مثلا في الورشه اللي اخدتوها كان 24 فولت، ودايره الموتور كانت 32 فولت صح؟ هنا انا بقول لحضرتك ده بيخرج 24 وده بيشتغل ب 24، ده بيستحمل 2.5 امبير وده بيسحب بس نص امبير. هو كده ظاهر ان مفيش مشكله، لكن ده لا يمكن يتعمل. ليه؟ لان الفولت مش مشكله فولت. عايز تقنعني ان الموتور ده مش ممكن يقل باصله قدام شويه؟ بلاش، واحد حط لود زياده على الموتور، افرض الموتور مثلا بتاع اسانسير او بتاع سير، السير ده حطينا عليه شويه زياده، واحد جه رخم وراح مسك الاكس بتاع الموتور عمل شورت سيركت وسحب امبير زياده، مليون المية هيعدي 2.5 ولا لا؟ هو مش هيعدي، ما هو شورت سيركت معناها 8 اضعاف الامبير، ما شورت سيركت ده ما بيبقاش جوه، ده بيسحب امبير بحوالي 8 اضعاف، يعني مليون المية هيعدي ال 2.5. ده حتى لو مضى على ورق على بياض انه مش هيعدي 2.5، انا مش هعملها كده. لان انت بتتكلم على دايره هتطير لك جهاز بي ال سي ثمنه ممكن يعني هقول لكم بس ما تخضوش يعني، انا قلت لكم 2800 جنيه على الجهاز ده. الجهاز اللي جنبيكم بتاع الاس 300 السي بي يو لوحديها ب 8000 جنيه. السي بي يو بس من غير ولا الباور سبلاي ولا الانبوت ولا الاوتبوت. 8000 جنيه. السي بي يو الاحدث منها اللي لسه نازله من حوالي سنه اللي هي 313 سي 2 دي بي ب 14000 جنيه سي بي يو بس. فتجيب ريلي ثمنه 25 جنيه وتوفر 14000 جنيه ولا لا؟ يعني اعتقد ما فيهاش نقاش يعني. ده انا اجيب ريليهات بزياده واجيب ريليهات بالالوان لكن ما احرقش جهاز البي ال سي. تمام؟ ده انا اشتري له تكييف مخصوص بس ما يتحرقش. عشان كده اساسي حتى لو انا ضامن ان الفولت هو هو وان الامبير قليل نزل من حوالي سنه 2 دي بي سي 2 دي بي مش سي بس لا طب اكمل دي وارجع اجاوب اسالك. فحتى لو انا ضامن ان الفولت صح وان الامبير صح لا يمكن هوصل دايركت اللود. الحاجه الوحيده اللي ممكن اوصلها وانا مش خايف منها كلود ايه هي؟ اللود اللي ما خافش منه؟ لمبه. ده هو حتى قايلها لك في المانيوال، في المانيوال بيقول لك يعني اللمبه دي لها معامله معزه خاصه دي يعني، اصل اللمبه ما بتعملش قفله وما بتسحبش امبير زياده. اخرها تتحرق يعني، ده اخرها يوم ما تجيب اخرها تروح محروقه، ولو اتحرقت تبقى اخرها بركه يعني مش تسحب امبير خالص. مش هينفع، مش هي اصل هي اجرى لها ايه؟ اخرها ايه؟ اتحرقت دي لما تعمل قفله السلك اللي جوه بيجرى له ايه؟ قطع، فبقت اوبي يعني ما فيش حمل، يعني بيسحب زيرو امبير يبقى مصلحه يبقى اخرها بركه. يعني ربنا يكتر من امثالها كده. ما حمدش اي حاجه. فهيقول لك كله يعامل بمعامله خاصه كده وليه حمايات الا اللمبه بالذات تتوصل زي ما عايزه دايركت على طول، ما دام الفولت هو هو يبقى ممكن اوصلها دايركت. الا واذا كان ده بيخرج 24 ودي شغاله ب 220 يبقى طبعا مش هينفع كده.
تمام. كنت بتسال سؤال بيقول ان 313 سي 2 دي بي نازله بعد ال 400 ولا لا؟ هي مش بعد، لان ال 400 مش قبل ال 400، مش كده خالص. هي ال 200 اس 7 200 والاس 7 300 والاس 7 400 الاثنين نزلوا السوق في يوم واحد، الثلاثه نزلوا السوق في يوم واحد. فمفيش حاجه اسمها دي احدث من دي، دي لها استخدام ودي لها استخدام. يعني ممكن انزل لك موبايل لسه نازل النهارده امكانياته اقل من موبايل نزل من سنه فاتت. مش شرط ان الاحدث بيكون اقوى. اوكي، مش شرط الاحدث يكون اقوى حسب احتياج السوق يعني. تمام، انا ممكن انزل سي بي يو بكره بعدد انبوت اوتبوت اقل من اللي نزلت من خمس سنين فاتوا، بس دي ليها تمنها ودي ليها استخدامها. تمام، اوكي. طب حاجه زي كده عايز اعمل، عايز اطبقها، استخدمها ازاي؟ قال لك بالنسبه للاوتبوت في حاجه اسمها ريلي انترفيس، بالنسبه للاوتبوت في حاجه اسمها ريلي انترفيس. يعني لو ده جهاز البي ال سي بتاعي وده الاوتبوت، هجيب ريلي انترفيس احطه في النص. طيب اي ريلي وخلاص؟ لا، البي ال سي بيخرج 24 فولت، يبقى الريلي لازم يكون بيشتغل بايه؟ 24 فولت. لو دوت دي سي يبقى ده لازم يكون دي سي. ده بيسحب اخره يستحمل 2.5 امبير، يبقى ده لازم يكون ايه؟ اقل. يعني هو بص اقل، بس عشان اريح حضرتك لا يمكن ابص على الامبير بتاعه. عارف ليه؟ الريلي يعني بصراحه الراجل يعني عامل رجيم، ما بيسحبش حاجه اصلا خالص الامبير بتاع الريلي ولا حاجه. عمري ما هاجي اشتري الريلي في السوق اقول له هو الامبير بتاعه كام، مش عايز اسال، لان معروف الريلي عباره عن ايه من جوه؟ سلكه، هي سلكه ولا حاجه. يعني عايز تحرق المقاومه بتاعتها رو في ال على اس، لكنها مقاومه السلك. هتلاقي في الاخر الامبير بتاعها ولا اي حاجه، ما بتحسبش، مش عايز احسبه. يعني عمري ما هاجي اعمل تمرين بي ال سي واجي احسبها عشان اشوف الريلي هيسحب امبير قد ايه، لان معروف ان هو بالملي امبير. وعمر الريلي ما هيغير ويروح سحب امبير زياده عشان خاطر الموتور اتحرق او عمل قفله، استحاله تحصل. الريلي ده سلك، عمره ما هيسحب امبير زياده. فموضوع الامبير يعني انا مطمن منه مليون المية، حتى لو كان ده بيستحمل ربع امبير الريلي هينفع برضه. اوكي، دايما لما باجي اشتري اي ريلي في السوق بشتريه على حسب مواصفات الريلي ومواصفات الكونتاكت. يعني لو بصيت على اي ريلي هوريكم كمان شويه، هتلاقي مكتوب مثلا الريلي ده مكتوب على الكويل من جوه 24 دي سي، مع ان هو كريلي بيشتغل بايه؟ ب 24 دي سي. الامبير ما بيتكتبش لان هو معروف ان هو ولا حاجه، يعني ما بيتكتبش. تمام، بعض الكونتاكتورز بيتكتب عليها والريلات بيتكتب عليها. المواصفات الثانيه مواصفات ايه؟ ده اللي هيقوم بالواجب، ده اللي هيستحمل الحمل. فهتلاقي الكونتاكت مثلا يشتغل 250 فولت اي سي او شرط يعني 28 فولت دي سي. الكونتاكت ما تفرقش معايا اي سي شغال، ده سلكه صح، دي سي شغال 10 امبير الكونتاكت يستحمل 10 امبير. فمعناها ايه؟ انا اقدر اعمل كده دلوقتي. ده شغال ب 24 مفيش مشكله، ده بيخرج 24 فمش فارقه. الموتور دوت شغال برضه ب 24. طب ليه انا عملت ده كله؟ ايه الحكمه يعني؟ انا عملت كده ليه؟ عشان خاطر لو دوت سحب اي امبير زياده، اولا الكونتاكت يستحمل لغايه 10 امبير صح؟ ولو حتى عدى الرينج بتاع ال 10 امبير اخره هيسيح مين؟ هرمي الريلي ده لو ما كانش فيه كونتاكت زياده. بس لا يمكن الريلي اللي باصله يعمل انه يسحب ايه؟ امبير زياده من البي ال سي، استحاله. تاني الحمايه اللي انا عملتها ايه؟ انا عملت عزل ما بين دايرة البي ال سي ودايرة الباور. حطيت ريلي، الريلي دوت بيستحمل نفس الفولت اللي بيخرجه، بيشتغل بنفس الفولت اللي بيخرجه البي ال سي، ولا يمكن يسحب امبير زيادة عن اللي البي ال سي بيستحمله. الميزة بقت في الكونتاكت، ان الكونتاكت مكتوب عليه 10 امبير ويستحمل فولت اي سي او دي سي لغاية 250 فولت. فاقدر اوصل عليه ال 24 فولت زي ما انا عايز. طب ليه ما وصلتوش دايركت هنا؟ طب ما ده 24 وده 24. الفكرة ان الامبير هنا لو هنا كان هيسحب من البي ال سي، فده غلط. هنا سحب من مين؟ الكونتاكت. الكونتاكت معمول انه يستحمل، طبعا المفروض في حمايات مثلا اوفر لود عشان خاطر هو بيسحب 1 امبير عند 2 3 امبير يكون فصل صح؟ 4 امبير يكون فصل قبل ما يعدي الليمت بتاع الكونتاكت. حتى لو مفيش حمايات وعدى الليمت بتاع الكونتاكت، الكونتاكت سائح. لو في كونتاكت غيره هستخدمه، ما كانش هرمي الريليف الزباله، بس ضمنت ان البي ال سي ايه؟ ما جرالوش اي حاجه. دي فكره الحمايه بالريليف. كمعلومة كده هتلاقي دايما مكتوب على الريلي، عايز اعرف رأيكم ايه يعني، مكتوب عليه 10 امبير للنورمالي اوبن و5 امبير للنورمالي كلوز.
مكتوب ان الكونتاكت، ما هو في كونتاكت اوبن وكونتاكت كلوز، مكتوب عليه 10 امبير نورمالي اوبن و5 امبير نورمالي كلوز. يعني هم جم عند الكلوز وحبوا يوفروا فلوس فعملوه خامه تعبانه يعني. ها على فكره الاثنين واحد، يعني الاثنين 10 امبير، بس هو قال لك عشان الاوبن بيقفل على اللود صح، الاوبن هو مش متوصل، يوم ما يقفل هيقفل على ايه؟ على حمل، فالامبير هيتسحب مع الكونتاكت دوت اكيد هيعمل ايه؟ هيعمل سبارك، هيعمل شارز. فقال لك عشان خاطر بيعمل شارز فهنخليه يستحمل ايه؟ 10 امبير. الثاني هو كده كده كلوز، يعني هو كده كده سان كان ايه؟ متوصل صح؟ يعني التوصيل ما بيجيش عنده هو، هو لسه هو بس بيعمل ايه؟ بيفصل صح؟ فاهم؟ فقال لك دوت عشان خاطر غالبا السبارك عنده بيكون اقل، الستارت دايما بيكون هو كلوز فما بقاش فيه سبارك في الستارت، ما بقاش فيه شارز في الستارت، فقال لك هنخليه الامبير بتاعه اقل 5 امبير. دي نقطه. تمام. النقطه الثانيه ان النورمال كلوز، النورمال كلوز يفضل ما تحطش عليه حمل اكتر من 5 امبير، لان اغلبيه الوقت طبيعي بتاع الريلي بيشتغل يعمل مهمه وبعد كده بيفصل تاني. يعني لو اليوم 24 ساعه اغلبيه اليوم الريلي مفصول ولا شغال؟ مفصول صح؟ هو بيشتغل يعمل عمليه معينه يساعدك في حاجه معينه وبيفصل تاني. يعني اغلبيه الوقت النقطه الاوبن هي اللي مقفوله والنقطه كلوز هي اللي مقفوله. ها هو بيشتغل اقل، بيشتغل حوالي مثلا 4 ساعات في ال 24 ساعه، فاللي عليها كهرباء اكتر الكلوز ولا الاوبن؟ كلوز صح؟ فبيقول لك عشان الدنيا متوصله اغلبيه اليوم اعمل حسابك ان يكون الامبير بتاعها ايه اللي عليها ايه؟ اقل، عشان بالظبط ما بقاش لان هي متوصله اغلبيه اليوم، فعشان ما بقاش عليها كارنت بقيمه عاليه فتسخن كتير، فاعتبر ان الامبير بتاعها 5، مع ان في الواقع على فكره الاثنين زي بعض، بس هو لك كاحتياطات اعمل حسابك ان الكلوز عليها لود اقل لان تبقى شغاله اغلبيه اليوم. ها عيد تاني النقطه دي. الاوبن عملها 10 امبير، قال لك دي 10 امبير لان عامل حساب ان في سبارك بيحصل عليها. الكلوز قال لك 5 امبير لان دي بتتوصل اساسا وهي يعني بتشتغل وهي متوصله اوريدي كده كده، هي طبيعتها كلوز، فخلاص هي كده كده شغال. الثانيه الاوبن هتشتغل فبيبقى في سبارك بيحصل مع القفل، فده سبب. السبب الثاني اغلبيه اليوم بتكون نقطه كلوز عليها كهرباء، لان اغلبيه اليوم مش الريلي مش شغال صح؟ الا لو بتكلم على حاجه اسمها سوليد ستيت ريلي، لسه كمان نص دقيقه هتكلم عنها. تمام؟ فدوت بما انه اغلبيه اليوم شغال فبيقول لك اعمل حسابك ان يكون الامبير اللي عليه اقل عشان ده ما يسخنش اكتر من التاني. اوكي عشان يعيش يبقى العمر الافتراضي بتاع الريلي واحد، مش تلاقي بعد سنتين الكلوز باظت والاوبن لسه شغاله. تمام؟ صح عشان كده النص دي عدت. السوليد ستيت ريلي حاجه ثانيه، ايه هي؟ لو انا عندي ابلكيشن بشغل فيها الموتور مثلا 20 ساعه 24 ساعه، بلاش موتور، موتور مش هيستحمل 24 ساعه، ابلكيشن معينه تشتغل طول اليوم طول الاسبوع طول السنه، بدل ما اجيب الريلي انترفيس، الريلي انترفيس مش هيستحمل، شغله لمده ساعتين وحاسس عليه انا مش هيتحرق بس هتلاقيه سخن صح؟ شغله لمده يوميا هتلاقي عمره الافتراضي ما كملش معاك سنه وباظ، اكيد اكيد مش هيكمل حتى شهرين ثلاثه وهيبوظ لو مش شغله يوميا. عشان كده عملوا حاجه اسمها سوليد ستيت ريلي، هو عباره عن ريلي نفس الفكره نقط اوبن ونقط كلوز، في كومن او ما فيش كومن، زي نفس فكره الريلي عادي، بس الفرق ان الريلي دوت عباره عن ريلي ميكانيزم. يعني ايه ميكانيزم؟ يعني في سولونويد بيولد مجال مغناطيسي فيشد اللي هم الحديد فيقفل الاوبن ويفتح الكلوز، فيقفل الاوبن ويفتح الكلوز وهكذا، ففي مجال مغناطيسي يعني بيسخن. تمام؟ في سلك. التاني مش كده، التاني زي السنسور. السنسور لو انا جيت وقفت قدامه 40 سنه هيفضل 40 سنه ايه؟ كلوز، اما مش هيفتح، مش هيبوظ، مش هيسخن. التاني عباره عن دايره الكترونيك اللي هم بيسموه ريلي الكتروني. يقول لك ده ريلي الكتروني اللي هو السوليد ستيت ريلي. اوكي؟ الريلي الالكتروني هو ما بيتفكش، يعني هي حته على قلب على بعضيها ما ينفعش تفكها لازم تكسرها من الاخر. لكن ده انا ممكن افكه والعب فيه اعمل فيه اي حاجه، التاني لا. التاني معمول للابلكيشن اللي تشتغل فتره كبيره جدا اثناء اليوم مثلا. تمام؟ جاوبت على سؤالك؟ هو ترانزستور، هو سنسور ترانزستور. اوكي؟ تعال نرسم جهاز بي ال سي على بعضه، كله على بعضه كده. احنا شفنا حمايه الانبوت ايه هي وحمايه الاوتبوت ايه هي. كمعلومه لحضرتك ينفع اتحرك في خلال السبوره كلها؟ ها انواع السي بي يوهات اللي بتنزل في السوق بتكون يا اما اسمها دي سي دي سي دي سي، يا اما اسمها اي سي دي سي ريلي. هتلاقي الاجهزه مكتوب عليها كده، يا اما مكتوب عليها دي سي دي سي دي سي او اي سي دي سي ريلي. كل كلمه ليها معنى والترتيب يفرق بالنسبه له.
اول رقم يقصد بيه السي بي يو، يعني الموديل دوت معاه ان السي بي يو شغال ايه دي سي، لكن ده السي بي يو شغال في ايه اي سي، تغذيه السي بي يو دي سي، تغذيه السي بي يو اي سي. تاني حاجه يقصد بيها تغذيه الانبوتس، دخل، معناها ان الدخل دايما في اي جهاز بي ال سي بيكون كام فولت دي سي، جهاز البي ال سي، لان في اجهزه اسمها لوجو واسمها زيليو، هي مش بي ال سي، هي زي البي ال سي، هتلاقي فيها انبوت 220 فولت، دي حاجات زي البي ال سي بس مش بي ال سي. اوكي، ثالث حاجه الاوتبوتس، الاوتبوتس ممكن تكون شغاله دي سي او ريلي، هنفهم يعني ايه ريلي دلوقتي. طيب يبقى انواع الاجهزه اللي موجوده في السوق، يا اما دي سي دي سي دي سي، يعني الانبوت والاوتبوت والسي بي يو كله دي سي. انواع الاجهزه الثانيه اي سي ودي سي ريلي، معناها ان السي بي يو اي سي، الانبوت دي سي، الاوتبوت هنفهم معناها ايه دلوقتي. دايما في السوق لما يجي يقول لك انها دي سي مقصود بيها 24 فولت، ما فيهاش كلام. لما يقول لك اي سي مقصود بيها 220 فولت. دايما لما يقول دي سي يبقى 24 فولت، لما يقول اي سي يبقى 220 فولت. تمام، بس في نقطه، هو في بعض السي بي يوهات ما بيقعدش يكتب عليها 24 فولت دي سي 220 فولت اي سي، مفيش مكان اساسا يكتب عليها، فبيعمل ايه؟ مش انت عندك مسامير بتربط عليها الكهرباء، بتوصل عليها الكهرباء، لو لقيته كاتب على المسمار ال وام يبقى معناه ان هو 24 فولت، لو لقيته كاتب على المسمار ال وان يبقى 220 فولت. ال وام معناها بوزيتيف وماينس، اللي هو ال 24، حتى اي باور سبلاي هتبص عليها تلاقي مكتوب عليه بوزيتيف وماينس، اللي هو 24 فولت. ال وان اللي هي لاين ونيوترال، لو ركزتوا في التابلو اللي كان تحت في الورشه مكتوب عليه عند الكهرباء ال وعند النيوترال ان، لاين ونيوترال. فلان بعض الاجهزه ما فيش مكان يكتب عليه عند المسمار، مكان ضيق مش هتشوفها حتى بعينيك، فدايما بيكتب ال بوزيتيف وام لو دي سي، ال وان لو اي سي. تمام، مثلا تعال ناخد اول نوع نتكلم عنه اللي هو الدي سي دي سي دي سي، النوع الاولاني. فانا هرسم جهاز بي ال سي من الموجود في المعمل هنا، بس مش هقول لك انهي واحد، لان بعد ما نخلص هسالك اقول لك اللي انت شفته على السبورة ده كان انهي جهاز من الموجودين. اوكي، طيب انا مش هرسم كل الانبوت والاوتبوت يا اما هيبقى كبير قوي، انا هرسم الفكره المبدا واحد، يعني هنا في 14 انبوت، انا هرسم بس 3 4 منهم. اوكي، معلش انا اسف اعمل سايلنت بقى اذنك. عينيا شايفين؟ تعال اوكي، الكلام ده يمشي على اي جهاز بي ال سي في العالم. ده شكل بتاع جهاز البي ال سي، في كهرباء للانبوت وكهرباء للاوتبوت وكهرباء للسي بي يو. معلش ممنوع شرب الشاي في المعمل، انا اسف. ايوه بس الكاميرات شغاله، هو لو شافك هيطلع المدير هيتكلم يعني. ماشي، هتاخد واحد هديه ببلاش وانت ماشي، هتاخد هديه ليك انت، اصل هو عارف المكان ده حاطه فيه دوت، لو وقع على حاجه يعني حاجات مكلفه جدا. معلش، تاني، في كهرباء للسي بي يو وفي كهرباء للانبوت وفي كهرباء للاوتبوت. كهربة الانبوت اللي فوق ولا اللي تحت، انا سيبك من المحفظات اللي اتكلمنا عنها من شويه في السلايدز، في الواقع هتلاقي كاتب لك هنا على جنب كده، وانت في باب بيتفتح وانت قافل الباب هتلاقي مكتوب هنا مثلا حرف الكيو يبقى دوت الاوت، وهنا حرف الاي يبقى دوت مكان الانبوت. كهربة السي بي يو اعرفها منين؟
اولا خليك فاكر احنا قلنا النوع دوت اللي هو دي سي دي سي دي سي. طب لو ما كانش مكتوب هعرف منين؟ احسن مش لو دي سي يكون مكتوب ال بلس وام. هنا مكتوب ال بلس وام يبقى ده ياخد كام فولت؟ 24. طب هي دي 24 بتاعت السي بي يو ولا الانبوت ولا الاوتبوت؟ لحظه بقى، اي جهاز في العالم صح يعني لو اللي عامله مصنع محترم هيحط جنب التغذيه بتاعته علامه الايه؟ الارضي صح؟ يبقى معانا ده تغذيه السي بي يو لان جنبها ايه؟ الارضي. اي جهاز بي ال سي في العالم مكان ما موجود الارضي يبقى اللي جنبيه ده تغذيه السي بي يو. يعني ده كده البوزيتيف والنيجاتيف ده كده انا هكتبها لك اهي سي بي يو. سوري بوزيتيف والنيجاتيف ده كده تغذيه السي بي يو. كي معلش انا هتحرك من اول دلوقتي كده، لو ده جهاز البي ال سي مثلا مفيش اي انبوت مقري مفيش اي اوتبوت موجود، بس السي بي يو اهي بتقول لي هي حالتها ايه، بتكلمني بتقول لي شغاله او مطفيه او في مشكله، لكن ولا شايف اي انبوت ولا شايف اي اوت. ده كده التوصيل اللي احنا عملناه اللي هو غذينا السي بي يو. لو في برنامج هي بتقرا بس ما بتعملش حاجه، يعني مش عارفه تعمل اي حاجه لان في برنامج هي بتقراه اه، لكن مفيش اي كونديشن يقول له شغل او اطفي صح؟ تمام. بعد كده تغذيه الانبوت اللي هي شغاله بالدي سي، تغذيه الانبوت اللي هي اللي تحت. احنا قلنا الانبوت فيه نوعين، نوع اسمه بي ان بي ونوع اسمه ان بي ان. فاكرين لما قلنا ان في اوبتيكال كابلر بالمنظر ده كده هياخد مثلا نيجاتيف هنا وهنا كهرباء على المفاتيح؟ طيب بص هو عمل ايه هنا؟ قال لك ادي الاوبتيكال كابلر، هنا اللي هيركب هيكون ايه؟ مفتاح. طب هو هنا واخد ايه؟ ماينس، يبقى ده يبعت ايه؟ بوزيتيف. نفس الكلام دي الحمايه اللي هي جوه البي ال سي، بوزيتيف ماينس. طب المفتاح دوت هياخد الماينس منين؟ هو قال لك انا مجمع، مش معقول هحط لكل مفتاح ماينس بتاعه، يا اما البي ال سي بدل ما هيبقى قد كده هيبقى قد كده صح؟ فعملهم كومن من جوه، هتلاقيه عمل كده. وهكذا تمام؟ لان في الحقيقه انت عندك البي ال سي مثلا 24 انبوت، هيحط 24 طرف ماينس؟ لا، بيعمل مثلا طرفين ثلاثه كومن ولا حاجه. اوكي هرسمها على نظافه. خلاص من جوه احنا فهمنا عامله ازاي، من بره انا عارف ان ده ودوت اللي هما الماينس، الباقي كله هيكون ما هو معروف ان لازم يكون كل جهد واحد، لان هو بص قال لك ايه؟ الانبوت دي سي 24 هو حددها لك 24، يعني ما هي لازم يكون 24 فولت قيمه الجهد قصدك، هي لازم تكون 24. لا لحظه لسه خارجه بعدين. اه طب لحظه ماشي هجاوبك. اه كله واخد 24 فولت بوزيتيف وده واخد نيجاتيف، اقفل اي واحد فيهم بقى. الاوبتيكال كابلر اللي جوه واخد البوزيتيف من المفتاح والنيجاتيف من الكومون، يبقى كده واصل له الجهد كامل. يروح عامل ايه؟ يروح مديك اضاءه ليد ويروح باعت للسي بي يو لا المفتاح قفل، تمام؟ يبعت يقول المفتاح قفل، تمام؟ ها ده انت عملت برنامج بيقول له هدوس على الزرار ينور اللمبه، بس عايز دخل البي ال سي في النص، فتخلي المفتاح دوت يبعت على ايه؟ على البي ال سي، وتكون قايل له لما المفتاح يقفل يعمل ايه في اللمبه؟ وتروح واخد هنا مودع على اللمبه، يبقى ده بقى وسط في النص. اوكي؟ طبعا انا ما جبتش البي ال سي عشان انور اللمبه بمفتاح، يعني انا دي ابلكيشن ثانيه طبعا اكيد. ها. عشان هو قال لي كومون ماينس ام، دايما الام بيكون ماينس والال بيكون بوزيتيف. ليه عمل كومون واحد ما عملش اثنين كومون؟ طيب. لا مش لازم واحد، هو جمع دول على كومن واحد وجمع دول على كومن واحد تاني. هو ايه اللي حصل؟ مش احنا اتفقنا ان هو كل طرف ليه البوزيتيف والنيجاتيف بتاعه؟ بدل لو كان عنده 14 انبوت لو خلى كل نيجاتيف لوحده يبقى هيعوز 28 طرف صح؟ لا هو جمعهم، قال لك اجمعهم مجموعات، يعني هو في الحقيقه هنا عامل 8 على كومن و7 على كومن السي بي يو دي. تمام.
ليه يعملهم على اكتر من كومن؟ هو لا يمكن يعملهم على كومن واحد الا لو كان عدد الانبوت قليلين. يعني في السي بي يو 221 عمل، هما كانوا 8 انبوت بس، راح عملهم على كومن واحد. هنا 14 انبوت، فقال لك احتياط عشان لو واحد فصل دول بس اللي جرالهم ايه؟ فصل. اما لو كان كله على كومن واحد، واحد فصل تلاقي المصنع كله جراله ايه؟ وقف، صح؟ ايه؟ مش سامعك. مفيش طيار لان دوت ما بيبعتش، مش معلوش حمل، ده بس بيبعت سيجنال. يعني بيقولوا انا قفلت او فتحت، يعني الطيار اللي هنا لا يذكر ولا حاجه. يعني الريلي بيسحب طيار مقارنه بدحت. اوكي؟ من اول دلوقتي حاله البي ال سي بقت بالمنظر ده. يعني الاول احنا كنا جربنا على البي ال سي لان السي بي يو بتقول انها شغاله او مطفيه. من اول دلوقتي لو انا قفلت مفاتيح هتلاحظ ان هو بيعمل ايه؟ بيديك شغل بس شغل اي حاجه؟ لا، لان لسه ما اديناش جزء بتاع الاوت. ثاني ده باين شويه عن هنا. انا اديته كهرباء السي بي يو فبيقول لي ان هو حالته ستوب، ممكن اعمله رن، حالته بقت رن. كي لو في مشكله هيقول لي في مشكله.